السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي العزيزات الوفيات. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا حلوة مبتكرة، يعني بلمستي إن شاء الله طريقتي في التحضير تنال إعجابكم بعد ما شفتوا معايا في فيديوهات سابقة حلوة اللي عملناها مع بعض، اللي كانت هي عبارة على كعكة ذات السطح المقرمش. اليوم هذيك الكعكة عملت فيها تغييرات وتحصلت على نتيجة رائعة، والحلوة هذه راح تكون بحجم عائلي، يعني كي رايحة تعملي قوجة سنيوة راك رايحة تاكلي وتوكلي، وراك رايحة تبعثي صحن لجارتك، وأكيد راح تسألك على الوصفة. إذا هذه هي الحلوة ديالنا. نخليكم حبيباتي مع المقادير وطريقة التحضير. إذا كان عجبكم الفيديو شجعوني بلايك، خلوا لي تعليق، بارتاجيو لا فيديو مع أصدقائكم لتعمل الفائدة. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. عندي كاس من السكر، سكر حبيبات، يعني تقريبا كاس إلا أصبع. عندي كاس تاع الزيت، عندي فرينه للم العجين، نحتاج 4 بيضات، راح نعطر الحلوه ديالي بمبشور الليمون او مبشور البرتقال مع ملعقه صغيره من لافاني. راح نعطر كذلك الحلوه ديالي بملعقه كبيره من نواه كوكو ولا جوز الهند، لانه رانا عملنا الحلوه هذه بالزيت. كذلك لما نعمل حلوه بالزيت نحب نضيف لاباتاغون بوغ فاني، راهي تواجد عند اللي يبيع المواد الحلويات، اللي ما تقدرش تحصل عليها ممكن تستغنى عليها. هذه تبع بالقرع، يعمل لك قرعه ب10000 عند بائع الحلويات. نحتاج كذلك الى 2 اكياس من الخميره الكيميائيه، خميره الحلويات، كل كيس فيه 10 غرامات. هذا كامل الطبقه تاع العجين. بالنسبه للطبقه الثانيه راح نحتاج الى المربى، وتبقى لنا الطبقه الثالثه راح تشوفوها معايا فيما بعد. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير، ونزيد نذكركم بالمقادير. إذا نسبق أولا راح نحط البيض، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. أنا عندي 4 بيضات حجم متوسط، نضيف عليهم لافاني، راح نبدا نخلط هذا البيض ونبدا نضيف السكر. بالنسبه للسكر استعملت كاس ناقص اصبع من السكر. لما نشوف السكر بدا يدوب نبدا في اضافه الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر. نضيف في هذه المرحلة بعض القطرات من لاغون بوغ فاني، معطر الزبدة والفانيليا. هنا لما ضفت الزيت نضيف في هذه المرحلة، ونضيف كذلك معها ملعقتين أو عفوا ملعقة كبيرة من جوز الهند نواة كوكو، ونخلط ونخفق. لما تندمج المكونات ونتحصل على خليط متجانس نوقف الخلطة هنايا. كيما شفتوا الحلوه هذه يعني لا تحتاج الى خلط كبير، تقدروا تستعملوا لو باتور كيما تقدروا تستعملوا فوي يدوي عادي. راح نضيف الان مبشور الليمون، اذا كان عندكم مبشور البرتقال كذا تقدروا تضيفوه، كيعطيني بنه هايله في الحلوه هذه، خاصه واننا عملناها بالزيت. ثم نبدا في اضافه الفرينه مع الكيسين تاع الخميرة الكيميائية حتى تحصل على عجينة. ضروري اني نغربل كل شيء مع بعض حتى نتفادى اي حبيبات. ما ننساش كذلك رشة الملح، نضيفها الان رشة تاع الملح، نغربل هذه المكونات. من الأحسن نستعمل الأيدي ونضم العجينة حتى تحصل على عجينة طرية متماسكة نوعا ما، عجينة عادية تشبه الحلوة الطابع ولا تشبه لعجينة الكروكي. ثم ناخذ صينية اللي تروح للفرن، حطيت لها هنا كمية من الزيت، راح ندهنها كامل بالزيت.
تقدروا تحطوا كذلك بابي دو كويسون ورق الطهي. باش هكذا العجينه متلصقش معانا ثم نجيب العجينه ديالي وراح نحاول نبسطها في هاد الصينيه. نبسطها على كامل السنيوه. اذا كان شفتوا العجينه تاعكم راهي تلصق لكم تقدروا ديروا شويه فرينه ولا شويه زيت من الاحسن. على كل حال تحصلوا على عجينه هايله كما راكم تشوفوا ما تلصق ما والو وريحتها ما شاء الله. العجينه هذه تجي معطره بالقارص معطره بلافاني معطره بجوز الهند كذلك اللي حطيته ماشي كامل راح تبان انها معموله بالزيت. العجينه لما نفتحوها نحاولوا اننا نطلعوا شويه الحواف هكذا للفوق بهذه الطريقه هذه هكذا باش لما نحطوا المربى ماهوش راح يتحرق لنا مع الحواف في الفرن هكذا. ثم احنا نعمل هكذا ثقوب هكذا فقط هكذا بالاصابع باش لما نحط المربى المربى تاخذ مكانها في هاد الحلوه سواء هكذا بالاصبع او باي ملعقه عندكم ولا اي حاجه. ثم ناخذ المربى وراح نحط طبقه منه هنا فوق العجين ونمشي جيدا هكذا. لما تحطوا لا كونفيتور راح تشوفوا المربى راه دخل في هذوك الثقوب اللي عملناهم. نروح الان لتحضير الطبقه الثالثه اللي تجي من الفوق. اذا عندي حوالي 4 حبات تفاح حجم صغير اذا كان التفاح تاعكم كبير تقدروا تاخذوا 3. عندي هنايا ملعقه كبيره مملوءه من النشا او المايزينا. عندي حوالي ملعقتين كبار من اللوز ايفيلي ممكن تعوضوا بكاوكاو ايفيلي ولا بكاوكاو عادي. عندي كذلك هنا حوالي ملعقتين كبار من جوز الهند الا كنتو قدرتو تحمسوه كذلك حيعطيكم بالنهايله في الحلوه هذه يعني من الاحسن يكون محمص. وعندي حوالي ملعقه كبيره من السكر البني الا ما عندكمش ممكن تضيفوا ملعقه سكر عادي ولكن السكر البني حيعطيني كذلك بالنهايله في هاد الطبقه العلويه. اذا احنا ناخذ التفاح ديالي راح ننقيه ودائما نستعمل القارص نخلي القارص معايا كما تعرفوا التفاح يكحل يعني لما ننقيه راح نحكو كامل بالقارص ثم راح نجوزو في السكرفاج يعني راح نبشر هذا التفاح في الجهه الخشينه. التفاح ديالي بعد ما فرمتو هكذايا في الخشين بهاد الطريقة راح نحصل عليه شوية قارص باش ما يكحليش. وراح نضيف عليه باقي المكونات كما قلت ملعقة كبيرة من السكر البني حوالي ملعقتين كبار من جوز الهند واللوز إيفيلي. لوز إيفيلي يعني ماشي بزاف تقدري حوالي قيس 10000 ولا 15000 تاع لوز إيفيلي تكفيك ولا مقدرتش تحصلي عليه ديري كاوكاو إيفيلي ولا استعملي أي مكسرات تكون عندك. المهم هكذا نخلط مليح الخليط هذا يجي بزاف بنين ديجا هكذا وعندو ريحة رائعة بزاف. راح نضيف عليه هاد الملعقة الكبيرة تاع النشا ونخلط كذلك. ممكن نزيد كذلك رشه صغيره من لافاني. ثم نجيب الخليط اللي حضرته ونوزعه فوق هذيك الطبقه تاع لا كونفيتور
من الاحسن نستعملو هكذا بالايدي باش نوزعو مليح. نمشيه جيدا على كامل السطح تاع هاد الحلوه هادي. نحاول نخلي في كل مكان انه يكون عندنا شويه من كلش حتى نكمل كامل الصينيه. في الاخير كلمسه اضافيه بعد ما حطيت كامل هذاك التفاح مع اللوز وهذيك الاشياء كامل اللي حطيناها، راح نضيف بعض الحبيبات من الشوكولا اللي كانوا عندي، راح يزيدوا لي بنه كذلك هايله هايله بزاف، ويزيدوا لي كذلك في الديكور تاع هاد الحلوه هكذا. انتما اذا كان شفتوا عندكم بعض الفراغات ممكن تضيفوا كذلك جوز الهند من فوق، يعني هنا ما تقيدوش بالطبقه الفوقانيه، تقدروا تحطوا اي شيء، المهم يكون عندكم تفاح وتخلطوه مع اي نوع من المكسرات. ثم نضغط هكذا شويه برك باش هذا التفاح يلصق لي مع هذاك المربى. ما بقى لي فقط اني ندخل الصينيه للفرن على درجه حراره 170 الى 180 درجة مئوية حتى تاخذ اللون الذهبي. الحلوة ديالي هي طابت، راني خرجتها من الفرن بعد ما تحمروا الاطراف، شعلت عليها شوية من الفوق باش يتحمر لنا هذاك التفاح وهذاك اللوز اللي ديرنا من الفوق. راح نخليها تبرد شوية وراح نقسمها وتشوفوها معايا ان شاء الله. وهذا هو الشكل تاع الحلوه ديالي بعد ما قسمتها لكم، تحصلوا على هذا الشكل هذا. حلوه جافه بامتياز، توالم كثير مع قهوه حليب، وتجي ما شاء الله كما شفتوا غنيه بالتفاح بمكونات، يعني سهله بسيطه، عملنا احلى حلوه لمرافقتها مع قهوه حليب. حلوة جافة في شكلها النهائي، نقدر نقول حلوة كانت مبتكرة، يعني هذا كان اجتهاد مني. ان شاء الله طريقتي في التحضير تكون نالت اعجابكم. ها هي هنا امامكم في طبق التقديم، انا عملتها هكذا على شكل، او قطعتها على شكل مربعات، انتم ما تقدروا تقطعوها على شكل معينات، وكي تجوا تحطوها في الكيسات راح تتبادلنا بزاف شابة، وبمقادير بسيطة تقريبا متوفرة في كل بيت، بحبتين ولا ثلاثة من التفاح راح تعملي احلى حلوة جافة، ترافقيها مع فنجان من الحليب ولا فنجان مع الشاي. ان شاء الله حبيباتي تكون نالت اعجابكم وتحضروها وتنجحوا فيها. وكان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، اذا كان عجبكم شجعوني بلايك، خلوا لي تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده. اشكركم على حسن المتابعه وطيب الاصغاء، نلتقي في فيديو اخر بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.